بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى. طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. هنا ننطلق بحضراتكم مع هذه التحديات المتواصلة والأشواط المنطلقة بهذا الحضور المميز من هؤلاء الأبطال في درة الميادين الخليجية، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ننطلق متواصلين مستمتعين بهذا الحضور المشرف تاسع الأشواط والذي يحمل تحديات سن الثنايا. مسافة 6 كيلومترات نسير بحضراتكم دوما، منطلقين بالبدايات الأولى وبالبدايات المشرفة. الصدارة المركز الأول، هنالك الشعار الذي ينطلق وهو سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين مع مواقف على البداية وعلى الصدارة الأولى. يتقدم على البداية شعار بن جبرين ويأتي مع انطلاقة مواقف. النقلة والدور إلى المركز الثاني لكي نتابع العفري على المركز الثاني بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، يصل الآن ويتواجد مع انطلاقة العفري. المركز الثالث وهي العنود الحاضرة والمنطلقة بشعار محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، حيث التقدم من قبل بهجة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الرابع. التواصل من قبل خامس المراكز، وهنالك انطلاقة تذكار صالح بن حمد بن راشد البريص المري مع المركز الخامس. يتواجد مع انطلاقة تذكار ويأتي بحضور تذكار مع خامس الشعارات المنطلقة والحاضرة في هذا الصباح. هكذا تابعنا وإياكم الانطلاقة الأولى لهؤلاء الأبطال ولهؤلاء العمالقة، من يتواجدون ومن ينطلقون بانطلاقة الأسماء الرائعة. وبعد ذلك نعود إلى الصدارة، بعد ذلك نعود إلى المركز الأول وإلى شعار بن جبرين على البداية. يتقدم على الصدارة الأولى بمتابعة بوذيب الذي يتابع لنا أحداث ووقائع هذا الشعار من قبل اختصاص بن جبرين على المركز الأول، ويأتي مع انطلاقة مواقف. نتابع وإياكم الأسماء القادمة والشعارات الواصلة التي تأتي بهذه الاندفاعات الرائعة. المركز الثاني، الحضور في هذه اللحظات من قبل مواقف الحاضرة والقادمة، وهنالك العفري بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يتواصل مع انطلاقة العفري على المركز الثاني. المركز الثالث، العنود هي القادمة، العنود هي الواصلة بشعار بن ذروة البريدي الذي يتواجد مع المركز الثالث. يقدم لنا العنود اسم خطير ينطلق، تواجد كبير في هذه اللحظات من قبل المركز الثالث. يصل شعار محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي مع ثالث المراكز. نتابع الانطلاقات الحاضرة ونتابع شعار المدهش، يتواجد مع المركز الرابع. يقدم لنا بهجة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الرابع. تواجد المركز الخامس، وصل شعار البريصلون. يقدم لنا انطلاقة تذكار صالح بن حمد بن راشد البريص المري، يتواجد وينطلق مع المركز الخامس. راعية عوايد هذه البطلة التي تتواجد مع المركز الخامس تتقدم بهذا الحضور الجميل. ولكن نتابع ما خلف الخمس، نتابع اسماء قوية، شعارات كبرى تتقدم. ولكن لنعود الى البداية، نعود الى المركز الاول لكي نتابع الصدارة.
نتابع انطلاقة المركز الأول، وهذه هي الآن المنطلقة على البداية والمتواجدة بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين على البداية. وذكريات هذا الشعار ذكريات قد مضت لها بطولات وأجمل السنين مع هذا الشعار الذي يتقدم ويقدم لنا مواقف على البداية، مواقف على المركز الأول بشعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين على البداية وعلى المركز الأول، وبقيادة راشد بن عبيد بن بعيران الذي يتواجد على البداية الذي يتقدم على المركز الأول. عوايد من قبل هذا الشعار الذي يتمكن بالحضور القوي الذي يتمكن بهذا الأداء المميز مع انطلاقة مواقف على البداية. نتابع الأسماء الحاضرة ونتابع الشعارات الواصلة في هذا الحضور الجميل. وصل الآن شعار بن ذروة يتقدم مع انطلاقة العنود، وصلت العنود بكل قوة حيث تتقدم على المركز الثاني وتأتي بحضور شعار بن ذروة البريدي بشعار محمد بن جار الله بن ذروة البريدي. والمركز الثالث حضرت تذكار الآن بشعار صالح بن حمد بن راشد البريس مع المركز الثالث، انطلاقة العفري بشعار أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، بينما رابع المراكز بهجة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس وصلت سحابة هيلون، حضرت سحابة وانطلقت بشعار محمد بن علي بن سعيد بوشارب مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، ولكن ركز ركز يا راعي مواقف ركز، الأسماء اقتربت، الشعارات وصلت، ولكن ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقات الجميلة على هذا الحضور المميز. تابعوا تابعوا يا من تتابعون يا من تشاهدون، هذا هو شعار بن جبرين الذي يحضر على البداية الأولى، الذي يحضر بحضور الأبطال، يحضر بحضور الأقوياء. بن بعيران من يتابع، بن بعيران من يتابع، يقاقب انطلاقة مواقف على البداية على الصدارة الأولى مع انطلاقة سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، بن جبرين على البداية وعلى الصدارة الأولى. يقدم لنا هذا الحضور المشرف، يتواجد على البداية ويستعيد الماضي بالذكريات الجميلة، بالحضور المشرف، بالإنجازات المشرفة، بالتاريخ الذي لا ينسى، الذي لا ينسى بل يذكر من قبل هذا الشعار. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك مواقف وسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين الذي حضر وتواجد بالمركز الأول. مشكور للمكتشف راشد بن عبيد بن بعيران المري من تواجد وقدم لنا مواقف بالمركز الأول. المركز الثاني كان الحضور من قبل سحابة ومحمد بن علي بن سعيد بو شارب. المركز الثالث هي العنود، حضرت بشعار محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع كان التواجد في هذه اللحظات من قبل الذيبة ومحمد بن سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري، بينما خامس المراكز كانت الانطلاقة من غاية علي بن محمد بن سعيد النابت المري. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مواقف إلى خط النهاية معلنة للانتصار المميز والجميل بشعار وانطلاقات سليمان بن حمد بن جبرين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني توقيت الحاصلة على المركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء توقيت الحاصلة على المركز الأول، لحظة وصولها إلى خط النهاية ولحظة وصولها
نحو الإبداع المميز والجميل. 9 دقائق 35 ثانية. أربعين جزء من الثانية. توقيت الحاصلة على المركز الأول، الحاصلة على المركز الثاني. حلت بشعار وانطلاقة سحابة بشعار بوشارب. تهانينا والف مبروك. 9 دقائق 41 ثانية. 42 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك يا بوشارب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان الحضور والتواصل من قبل العنود محمد بن جار الله بن ذروة. توقيتها الزمني 9 دقائق 42 ثانية. 46 جزء من الثانية. هكذا كان توقيت صاحبة المركز الثالث. تتواصل التحديات مشاهدينا الكرام والانطلاقة.